الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لا فلاح لهذه الأمة إلا أن تتخذ هذا الكتاب منهج حياة يحكمها في كل أمورها، وإلا فسينطبق عليها فردا أو جماعة أو أمة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ سورة النحل سورة مكية، والقرآن المكي يركز أولا وأخيرا على وحدانية الله، ويقابلها الشرك، ثم يثني على أمر الوحي، ويذكر بيوم القيامة، ويذكرنا بالأمم السابقة من نوح عليه السلام. ماذا حصل تلك الأمم التي رفضت أن تأخذ الإسلام دينا؟ الوقت لا يسمح كثيرا أن نتدارس معا سورة النحل، ولكنني اخترت آية، لا أدري إن كان الوقت سيسمح أيضا بأن نتدارسها معا، ولكنها آية، وكل آية حكيمة، لأنها جاءت من كتاب حكيم وجاءت من الله الحكيم. إن الله، الآية 90 في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية ضمنت للفرد المسلم وللأسرة المسلمة وللأمة المسلمة، لو أنها أخذت بها لكان لها الفلاح في الدنيا والآخرة. الأوامر الأولى تتضمن العدل بين العبد وربه، العدل فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعدل بينك وبين نفسك أن تلزمها بهذا المنهج حتى تنجيها من عذاب الله يوم القيامة. والعدل في الأسرة أن يتحقق العدل بين الزوجين وبين الأولاد، والعدل عند الحاكم أن يحكم بما أنزل الله.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحكم الآخر الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان إذا تذكرنا الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه وجاءه رجل لا تظهر عليه آثار السفر وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إن الله يحب المحسنين، أحسن كما أحسن الله إليك. فلما كان العدل في القول والفعل والإنسان يحكم بين قول وفعل، لذلك أي حركة يتحركها الفرد منا حتى لو كان في حالة مرض وكان له أنين، إن لم يكن في ذلك شكوى فتكتبها الملائكة إما له أو عليه. قمة العدل. إن الله لا يظلم الناس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. فالإحسان مع الله أن تعبده كأنك تراه، تراه في كل اسم من أسمائه. لو نظرت في هذه الوجوه الطيبة يتحقق لك قول الله تعالى وهو الذي يصوركم في الأرحام، سورة لا تتكرر. تراها في الشجر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ترى الله في سيرك، حتى في سيارتك تراه هو الذي يقول لك وهو الذي يسيركم في البر والبحر. فتربط علاقة بينك وبين الله، فإذا كان معك فتعلم أنه يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله يحب المحسنين، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، اعملوا الصالحات. وإيتاء ذي القربى. كم أفلح الشيطان في تمزيق الأسر، تصبح الزوجة عدوة للزوج، حتى أن هناك من الحالات التي لا يرضى عنها الإنسان فكيف يرضى عنها الله، هناك المرأة التي تطلب الخلع من زوجها فتأخذ حكم من القاضي ثم تأتي إلى الزوج تطلب منه أن يحسن إليها فتستريح بإحسان فيتركها كالمعلقة. القاضي غير المسلم يعطيها الطلاق والزوج المسلم يظلمها فيتركها معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. أين الإحسان في ذلك؟ أين القربى في ذلك؟ آت ذا القربى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها على كره وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك. حتى لو كان الأبوان غير مسلمان والابن مسلم أو البنت مسلمة، ولا تقل لهما أف، وصاحبهما في الدنيا معروف. منهج كامل، ثلاثة أوامر، الأوامر هو الله سبحانه وتعالى. لو كان الشرطي تستجيب له فكيف بالله الذي يقول إن الله يأمر؟ لذلك قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره.
لو كل منا يتذكر أنه سيقف بين القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون، إنا كنا نستنزخ ما كنتم تعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يقسم بذاته. صلاح هذه الأمة لا يكون إلا بما صلحت في عهد النبوة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومن يبتغي العزة بغير الإسلام لن يتحقق ذلك. إن الله يأمر بالعدل، اعدل وإن لم تعدل. كثير من أهل الوظائف في الدوائر هنا وفي بلاد المشرق وظيفة خالية تبحث عن الشخص الذي إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيأتي بقريبه وهو يعلم أنه ليس بأحد لهذه الوظيفة، فكيف به يوم القيامة إذا سأله الله عن هذه الخيانة؟ كل منا سيسأل عن العدل، هل عدلت في كل أمر من أمورك، في بيعك، في شرائك، طبيب، محام، حاكم، قاض، قاضيان، بعضهم يحكم ويعلم أنه يحكم حكما جائرا، من سينجيه يوم القيامة؟ هذه الأوامر الثلاث هي أساس بنيان المجتمع على أسس سليمة. النواهي الثلاث، هنا أمر وهنا نهى، وينهى عن الفحشاء. الفحش قول وفعل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولكن الفحشة قد تصل إلى الزنا. يا أيها الذين آمنوا إذا اتبعوا خطوات الشيطان، إنهم يتبعوا الشيطان خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الفحش قول وفعل، لذلك احرص وقولوا للناس حسنا. والفحش في الفعل أشده الزنا. سورة النور تتكلم عن هذه، لا تقربوا الزنا، وينهى عن الفحشاء والمنكر. كم نشاهد في كل جلسة منكر ونخشى الناس، أتخشوا الناس؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا انتفى هذا، إذا خصية أن هذه الأمة خير أمة ينتفي عنها. والبغي، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي قول وفعل، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. هذه النواهي كل منا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وجئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فأنا وأنت من الذين سيقفون بين يدي الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكن هذا الدين وهذا الإله الرحمن الرحيم قال لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله أن يغفر لكم زلاتنا وعوراتنا. أقول قولي هذا، أستغفر لكم فاستغفروه.